الزميل اشرف الكره الوسط الان هجوم صالح احد مدافع الفريق شباب اخلص من البروتي الكره يعني كانت محاوله خطيره للفريق المحلي النادي الرياضي الفرنسي لكن الكلمه كانت لدفاع شباب والحكم المساعد الاول كريم السلاعي من عن ضربه خطا الوقت بدل الطائع يعني انتهى وانتهى كاملا وانتهى الخدمه الرحمه
أعتقد أن المباراة تسجيل على نتيجة حتى حكم الرحمن محمد بالتعادل السلبي